السلام عليكم المتتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي داير الامور ديالكم؟ كي داير معز عليكم؟ انتما كما كتشوفوا خارجين ان شاء الله نمشيو لعوينة الله اللي في راس الري نواحي مكناس، وتابعوا معنا تنوصلوا ان شاء الله. واش على فاميك راكم؟ ان شاء الله تكون كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. المهم بلا ما نطول عليكم، كما عرفتوا جينا لعين السلامه عين راس الري، في واحد الماء سخون وفيه الكبريت. المهم كاين الناس اللي كيتشافوا منه ديال الجلد اللي عندهم مرض جلدي، انا عيت منعوا فيها ما وقع والو. المهم ربي يكبر ان شاء الله مولاي بخير. كما قلت لكم واحد المنتزه زوين، كنتمنى من الناس المنطقه يزوروه ويجيو لهاد البلاصه هادي ويحافظوا عليها، يعني يجيبوا ولادهم والديهم وخوتهم وولادهم فوجوا عليهم شويه ودير طويجنات وشوايات، وراكم عارفين دوزو النار واعر. المهم هاد البلاصه هادي راه قليل اللي كيجي ليها وقليل اللي عارفها، وهاد الطريق ديالها. ودابا نصور لكم تشوفوا العوينه من على برا كيفاش دايره هاد البلاصه هادي، واقيلا فين كيصفيو الماء. المهم هادشي اللي كاين اخوتي، وكامله طبيعه كامله كامله واعره كما كتشوفوا. هاد البلايص هادي عامرين خضره، وغادي ندور لكم الكاميرا وتشوفوا كيفاش داير القضيه هنا. كنتمنى ان شاء الله اللي جا ليها يجمع الوسخ اللي كيدير والعافيه يطفيها عادي يتحرك باش يحافظوا على هاد البلاصه هادي. ونضيق لكم الكاميرا وشوفوا كيفاش داير. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا معنا في الصوره قد يزواون، انا غير اللي ما بغاش يتسارى اللي ما بغاش يفوج ويبدل الروتين اليومي ديالو. هادشي ناضي صراحه الله، شوفوا الغابه كي دايره، وراهم مالين الطرفين جالسين. شوف راه مالين الطرفين جالسين، يعني القضيه زواون عندهم والله الا واعره بالله، بخصوص الناس ديال الجري والناس المنطقه والله الا بلاصه زوينه اخوتي اللي بغا يجي ليها. انتم اخوتي شوفوا البلاصه كيفاش دايره، شوفوا والله حتى تحمقوا عليها، ناضيه صاحبي ناضيه غير اللي بغاش يتسارى. شوفوا كيفاش دايره في الطبيعه تبارك الله. شوفوا 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 هانتوما الغابه، والله ما كنت عارف انا هاد البلاصه هادي، ما كنتش عارفها. الناس ديال الجري هما اللي غادي يعرفوها، واللي بغى يجي ليها زواونه فيها ما يتشاف. انا نقلب لكم الكاميرا وشوفوا. احنا وصلنا المتتبعين العوينه اللي قلت لكم، دابا دخلنا للغابه ديالها، والغابه زوينه تبارك الله ونقيه، والواحد يفوج شويه يخرج من الروتين ديال الدار ويخرج وليداته ويخرجوا، راه ما بعيداش بزاف، كاينه غير جيت تعيس عدي قريبه المكناس قريبه الجري، الواحد يجيب الماكله ديالو ويقي النهار كامل وباش ينفس على راسو شويه، والشجر كاين وكاين ما يتشاف وكل شيء نقي، والواد دايز. وعاد غنطلعوا الفوق نصوروا لكم عاوتاني الجهه ديال العوينه فين كيعوموا الناس وفين كيجلسوا اللي بغى يتقهوى اللي بغى، واللي بغى هو والاسره ديالو يجلس في الغابه مطرف على الناس ومطرف على الطريق، راه كاينه موجود الخير، خص الواحد غير يتهلا فيها، ما يرميش الحاجه الخايبه وما يرميش. وقبلوا علينا المتتبعين ديالنا، كنبغيوكم داخل المغرب وخارج المغرب وفين ما كاينين المغاربه والعرب كامل، ايوا هادشي اللي كاين. حنا جينا حنا وليداتنا وعرايساتنا وولاد ولدي، جينا للعوينه ديال جيري، باش معروفه بالصنده جيري، واخا كيقولوا لها عين الله ولكن معروفه بالصنده جيري، باش معروفه. حنا مفرشين وجالسين في هاد الغابه، ومن بعد عاد غنمشيو لبلاصه العومان ونمشيو لبلاصه القهوه، واللي بغى يتقهوى كلشي موجود، وهادشي اللي كاين. ها اللي قلت لكم المتتبعين ديالنا، كياكل بنادم حتى كياكل، وكيخلي البقايا ديال الماكله وكيخلي البلاستيكات مرميين، واللي كوش عزكم الله حتى هما مليوحين. علاش ما نقيوش الغابه كما كنقيو ديورنا؟ اللي جاي يلقى البلاصه نقيه يزيد ينقيها، حتى اللي ما كيعرفش
راه كنتفرجوا في الاشارات في التلفازه كيقولوا لك نقيو الغابه واحتفظوا على الغابه، راه كيما كنقيو في ديورنا نقيو حتى في الغابه. الغابه راه المتنفس المزيان الواحد والاكسجين ديالها كيبقى. احنا دابا طالقين تبارك الله الوليدات الصغار كيلعبوا والبقيات ديال الماكله وكلشي، هانتوما كتشوفوا البقيات الماكله والبلاستيكات وليكوش، راه عيب وعار هادشي اللي كيدار في الغابات. نجمعوا البقيه ديال الماكله ديالنا وكلشي في البلاستيكات، تنمشيو لديورنا ونلوحوهم في فين كيتلاح ونخليو بلاصتنا نقيه باش اللي جاي يلقى كيما نقينا حنا غينقي هو. ونعاودها لكم بالشلحه والنيتان يجمع حشا ونزبل نسار جاي يجمع ثايا ويثغر اضغار النيثي كار يا جرغبته تغوذو رغبتي الجامعه ايتيا والنادي دناتي ديال فزدي وحموري تضر بنادم. العائله ديالنا فين جالسه، نحترموا الراي ديالهم، ما بغاوش يبانوا ما بغاوش يتصوروا، نحترموهم. وريناكم غير من بعيد ها فين جالسين، محترم ومزيان ونقي. ايوا هادشي اللي كاين صراحه. الاخوانات شي راه بزاف والله، يعني بنادم كيجي كيفوج على راسو علاش كيبقى يخلي الازبال هنا وليكوش. خاصكم تشوفوا والله راه هو عندهم راه ليكوش شفتوا ولا لا، يعني شي حوايج راه لا حول ولا قوه الا بالله. انا زعما هادشي بزاف، جيتي تسارى مع راسك تفوج انت والعائله ديالك، جمع الوسخ ديالك صاحبي، طيبتي شي حاجه قصيها وجمع الوسخ ديالك ولوحو. راه كاين فين دير الازبال، ديرو في الميكا وسير لوحو فشي بلاصه بعيده، وما تلوحوش في الغابه ولا شي بلاصه اللي كيجيو الناس كيتنزهو فيها وكيجلسو كيرتاحو فيها، فهمتي؟ يعني بنادم يكون شويه واعي بالامور اللي كيدير. هادشي باش زايدين علينا الناس على برا، وكاينين شي بلايص بحال افران نقيه تبارك الله الناس ديالها واعيه. يعني ماشي كلشي كيف كيف، ولكن راه البنادم زعما العجب والله الا العجب والله كتعجب فيه. يعني راه ربي يعطيك العقل ماشي يعطيك في بلاصتو شي حاجه اخرى. انا مؤخرا فاش كنت في تركيا والله العظيم اخوتي ما كاينش شي بلاصه موسخه، اقسم بالله فاش مشيت للتعالج ما كاينش شي حاجه موسخه تما. يعني النقاء النقاء راه بمعنى الكلمه، راه بعدا انا عجباتني ما كنتش نعيش فيها ما نكذبش عليكم. كلها طبيعه، كلها طبيعه، والمنتزه اللي مشيتي كتلقاه منظم، فيه داكشي ديال السبور، فيه بزاف د الامور، والناس كدير رياضه وكذا وهادي، وعندهم واحد الحياه في شكل بنادم داخل سوق راسو. يعني عايش لافي بمعنى الكلمه. والنقاء ما كاينش، النظافه كلشي عندهم نقي والله. ما شفتي وسخ بحال هكا كاع، دخلت للغابه تما ما عمري شفت بحال هكا لي كوش وهاد كتشوفوا الميكات وشي حوايج راه على جب. يعني بحال هاد البلايص هادو بلا ما يتهلا فيهم باش تلا طلع لك الدم، ولا كنتي مقلق ولا معصب تجي تفوج هنا تمي الهواء ديال الله والاكسجين ديال الشجره هادو، راه تعيش باخر وحق الله تتفوج بالله. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، نتمنوا ان شاء الله من الناس تبدل العقليه ديالها وتوعى شويه بهادشي اللي كدير. ياك عاد دابا هضرنا على ليكوش، واش شوفوا دابا هادشي ربي دابا شنو هادشي، ها انتوما شوف شوف الله. ها بزاف اخوتي، بزاف اخوتي هادشي والله الا بزاف. بنادم يوعى شويه ويعرف شنو كيدير، راه الغابه راه شي حاجه اللي زوينه صاحبي. الطبيعه راه ما كاينش بحالها كاع، تهلاو في الطبيعه وبنادم ينضف من الداخل ديالو ماشي غير على برا. داك العقل ديالك نظيف راه غادي يكون كلشي فيك نظيف. وهادشي كاين اخوتي، المهم بنادم يوعى شويه في الدمغيه ديالو باش نزيدو القدام، ولا بقينا بحال هكا راه ما عمر اخوتي نزيدو بالرجوله. غنوجدو الشلاضه باش نصليو الظهر نتغداو. ديال الشلاضه غتصايبي دابا؟ انا كنصاوب دابا ديال نقطه ديال الشلا مطيشه والخيار، ونقطه ديال الفلفله خضراء عاوتاني ومطيشه، كل واحد شنو بغا. الدراري الصغار باغيين ديال الخيار ومطيشه، الكبار باغيين ديال الفلفله ومطيشه. شنو جبتي للغدا؟ الغدا الغدا حنا غنحطو جبنه دجاج بالخضره والشليضه ديالنا كلشي، وغنتغداو هنايا. بالنسبه لهاد العوينه هادي قريبه لكم للفيلاج فين ساكنين؟ لا قريبه بزاف كاع، ما بعيداش. كاين ترونسبور؟ اه كاين ترونسبور، تمشي غير ب 160 مزيان. ومن كناس عاوتاني كذلك 180، من كناس 180، من جيري ليها 160. المركب موجود دائما؟ لا موجود، وعامره ما تلقاي فين تحطي رجليك فهاد الصيف هذا عامره. دابا شت شهر 6 وفيها الناس، يمكن 7 و8 وداكشي و90 غتكون عامره. اه تكون عامره اكثر من هكايا، تكون عامره اكثر من هكا. مزيان.
وبالنسبه للطبيعه هنايا في هذه المنطقه ديال الجره، غير هذه العوينه هذه فين كاين اللي كاينه فين كتمشيو وكتخرجوا ديروا النزاه؟ بالنسبه للجره غير هذه العوينه هذه هي اللي قريبه، هذه اللي قريبه لينا، وكلشي كيجي لها، كيجيو من الراشيديه اللي بعيده، كيجيو من الرباط، من كازا، من ما تلقايش، لان الماء ديالها سخون طبيعي، كتلقاي البراني اكثر من الماء ديال البلاد. راه فيها المساجد ديال العيالات وديال الرجال اللي بغا يصلي، فيها خلاص ديال فين كيعوموا، فيها لابيسين، فيها القهاوي، فيها كلشي، دايرين فيها حمام، دايرين حمام للعيالات والرجال، كلش العيالات والرجال حمامو، كلشي الماء سخون هكاك من عند الله، الماء سخون كتخرجي منها الجامع ديال العيالات حتى الجامع ديال الرجال، مزيان، وفين كيلعبوا الدراري الالعاب ولابيسين، فيها كلشي، داكشي فيها الماكله، داكشي اللي بغيتي كاين، فيها المشروبات، فيها كلشي، شويه من الدار ويبدل الجو ديال الدار، الطبيعه، واخا دابا نتوما راه كتحسوا بحال كاينين في المدينه، راه فيلاج دار حدا دار، حتى حنايا ما دايرين لنا تما، ما دايرين لنا لا جرادي لا والو، ما كاين فين تخرجي. بالنسبه بحال دابا العروبيه لتحت تما، هذوك اللي يقولوا ساكنين في العروبيه، كاين البقار، كاين الدجاج، كاين الكسيبه، كاين كيهبطوا للبحاير، كيهبطوا للويدان، كيهبطوا العناب، تبارك الله كلشي، المشماش كلشي تبارك الله دايرينه. وحنايا غير الا جينا لهاد العوينه هي اللي كاينه وفيها ما يتشاف. بغيتي تجلسي في الجهه العامره كتجلسي، بغيتي تجلسي غير انت وعائلتك في الجوايل اللي خاويين، كاينين الغابه تبارك الله كبيره والشجار، وكاين فين طيبوا، وكاين اللي كيجيبوا طيب بحال اللي حنايا دابا جبنا طيب، وكاين اللي كيجيو لهنا وكيطيبوا. مزيان بنادم خصو غير يحافظ على البلاصه اللي جالس فيها، يجلس فيها نقي، كاينين وتعاود ينقيها ويخليها لواحد اخر اللي غيجي موراه يلقاها نقيه حتى هي. داكشي اللي كاين، الواحد يجيب بلاستيكه كبيره غير على ود داكشي، دوك البقايات ديال الطعام والميكات وكلشي اجمع، ما كينقي دارو ينقي البلاصه اللي كيجلس فيها. الوليدات هما كيلعبوا معاد، يا جيو تلعبوا هنايا، فين هي اختك في الفردوس، هما الدراري كيلعبوا. ما كتشوفوا الاخوان نورمالين الدار كيتغداو، انا سعيد الحمد لله شبعت، اللهم لك الحمد، الله يجعل البركه والله يخلف. وكما قلنا لكم خرجه واعره غادي وزوينه من تحت الطبيعه والاكسجين ديال الشجر هذا والهواء الطلق، المهم داكشي طلع، المهم داكشي طلع زوين تبارك الله. ايوا هادشي اللي كان اخوتي، وتحياتي لكم. تغدينا دابا الحمد لله، ايوا ما كاين ما يدار، اللهم نضربوا الدويره، هو هادشي اللي كاين اخوتي. المهم هو الانسان يدير شي حاجه بعدا، ما يبقاش غير جالس، يخرج يفوج على راسو ويتهلا في راسو ويتهلا في والديه، وهادشي اللي خاص يدار، خاصنا نديرو، ما كاينش ما احسن من الطبيعه، وما كاينش ما احسن من تهلا في والديك وتخرج تفوج على راسك. كما كتشوفوا الاخوان هادي هي الدخله ديال العوينه، ديكوريا وناضية، دايرين بها غير الجبال والزيتون، وكيما كتشوفو كلشي قدامكم الصورة، يعني ماشي شي بلاصة اللي خايبة، بلاصة نقية. هادي هي الطريق الرئيسية ديالها هنا، الدخلة ديالها فين كدوز ليها. كان هذا هو الفيديو ديالنا خوتي، كنتمنى ينال الاعجاب ليكم ان شاء الله. المهم راني غادي نشطر انا والخوادري، حيت الطوموبيل عامره، حنا كدهز 5 دقائق بحال هكا، وايوا ضاربين هكا الرعيه شويه، راه العوينه مورانا. وهذا ما كان اخوتي، المهم بارطاجيو الفيديو، خليو لنا شي كومونتير تحفيزي، ايوا كنحاولوا نشاركوا معكم الحياه ديالنا وداكشي اللي كنديروا يوميا. هذا ما كان اخوتي، وتهلاو في راسكم.